شيخنا شيخنا يا منادى مع في حرف النداء شيخنا الفاضل أطال الله عمره. هذا الدعاء لا يجوز من الناحية الشرعية. قل لي بارك الله في عمرك، أو قل لي وقاك الله عذاب النار، أو أحسن الله خاتمتك، هذا هو الدعاء المشروع. أما الدعاء بطول العمر من الناحية الشرعية لا يجوز. وتقول يا شيخنا أعاذك الله من عذاب القبر، هذا هو الذي يجوز. والدليل على ذلك، نحن أمة دليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أم حبيبة رضي الله تعالى عنها تقول اللهم متعني بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حبيبة إنك سألت الله لأجال معدودة وأقصام معلومة وأرزاق معلومة أو مقسومة، ولو أنك قلتي أنت ولو أنك قلت اللهم أعذهما من عذاب النار لكان أفضل، لكان أفضل. هذا هو، لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. ما إذا كان مجرم مسخوط لماذا تقول له أطول عمره؟ علاش لماذا تقول له؟ لو سمحت أن تبين شيء على